ماذا عن الحديث المتواتر عن العصابات الموجودة في صربيا؟ معناتها ثم تعسف كبير باش تفهم الناس، حتى اللي بعدوا عن البحر يقولك نمشي عن طريق يهرب من تركيا ومن تركيا البلغارية كذا في الحدود الصربية عصابات. احكي لنا العربي شهادات المواطنين اللي وصلتكم. الحقيقة في بالنسبة لصربيا ثم احصائيات رسمية هي صدرت من المنتدى الحقوق الاقتصادية منذ منتصف يعني اوت الحقيقة، لكن تو ذات عدت مدة طويلة، تقدر العدد ب 12000. لكن تقديرات المجتمع المدني في الخارج والمبنية على شهود عيان يعني كانوا في صربيا تواصلنا معهم ومختلف في مختلف الدول، تقديراتنا تقول انه العدد يعني بحلول سبتمبر بلغ اكثر من 20000. بالطبيعة العدد كامل، هذا ثم عدد مئات او يعني بعض الالاف خرجوا منهم، وهذا علاش ممكن سي مجدي الكرباعي يعني كلامه صادق في قاره وثم ناس رجعوهم، لانه الوضع الموجود طوع المدن الحدوديه ما بين شو اسمه ما بين صربيا و شو اسمها بلغاريا، صربيا بلغاريا، ومن بعد باش يدخلوا هما للتشيك ومن التشيك يدخلوا للنمسا، يعتبروا تقريبا ثلاثه دول. يعني العدد ولا كبير برشا، ما عادش تتحمل حتى المنطقه السكنيه، حتى المواطنين يسكنوا في المناطق هذيك بلغنا نقولوا متقلقين من المساله هذه. والامن الحقيقه المعاملات مش نعطيكم المخاطر الممكن يتعرضوا لها الناس. يا سي العربي، يا سي العربي، نعم. راك في المباشر بالله توجه للعائلات في الجنوب في الوسط. صحيح الواقع مؤلم، لكن احكي لهم الواقع الامر الاخر بالشهادات. باش نعطي، لا باش نعطي من الاول الساعه بعض المخاطر ومن بعد نحكي شهادات سمعناها انا شخصيا، سمعتها بوذني من عند الناس. لان قبل ما نجي من البرنامج هذا بساعتين كنت موجود في المحطه الكبيره وقابلت عشرات التوانسه كل يوم قاعدين يدخلوا ياخذوا في القطارات ويخرجوا، يقدموا اللجوء، يبصموهم، يعملوا لهم بوند في ايديهم ويقول لهم امشوا على رواحكم، يعني سايبوهم في الشارع وهم يجوا للمحطه ويعني ينتشروا المكان. لكن يا سيدي العربي، انت اعتداءات يا سيدي العربي، نعم. خليك في الاطار يعني في الصوره، انت تحكي لهم على توانسه وصلوا النمسا والمحطات القطار، يعني اللي يسمع يقولك الطريق سالك، احكي لهم قبل ما يوصلوا المحطه هذيك. بالضبط هذه تو باش نحكي كيفاش وصلوا الناس هذوما وشو صار لهم قبل ما يوصلوا. الحقيقه الاعتداءات هي مختلفه خاصه في صربيا اقوى حتى من ايطاليا، بالرغم ايطاليا تم اكتظاظ كبير في مراكز يعني الايواء المسكره هذه، طاقه الاستيعاب نتاعها تقريبا ثلاثه اربع مرات حسب ما يبلغنا من اصدقاء في ايطاليا. لكن في صربيا الوضع ادهى وامر، ثم اعتداءات بالضرب المبرح والمضايقات البدنيه من طرف قوات الامن الموجوده على الحدود، حرس الحدود، وحتى من المواطنين الصربيين نفسهم. يعني الناس كي يجوا يحرقوا ثم باريارات باش ينقزوها وباش يهربوا باش يمشوا للغابه. ونشوفوا في الصور الان يا سي العربي، الله ينورك، وانت تحكي نشوفوا بعض الصور هذيك هي نوروها للساده المشاهدين. بالله يحاصروا فيهم الامن، هما باريارات الناس تنقزهم، يتنقز الباريرات هذه بحظه وكانت قابل مع البوليسيه يشتوه يعني يضربوه، يبدو يحصروا فيها مكيكة ويضربوهم ضرب مبرح. انا حكوا لي مواطنين قالوا لي انه في صربيا عادي جدا انك في الشارع تلقى بنيه او امراه او طفل شاب او راجل عينه زرقاء، هذيك من الضرب يعني ولات حاجه عاديه جدا الحاجه دي. ثم شكون منهم وصل للمستشفى بلغنا يعني انه بعض الناس ضربوهم بطريقه وصل انه تعبوا البوليسي يعني يعرفوا شوف كيفاش خاطين عليهم، واحد يضربهم ضرب مبرح. يعني عصابات في العربي، لحظه باش تفهم، يعني ثم هي مادام وصلوا ثميك ثم عصابات بالتوازي مع الشرطه هي توصلهم، ثم عصابات توصلهم عصابات وكلهم يستغلوا فيهم ماديا وجنسيا وبزنس كما قال لك. انا بالضبط هي كيفاش تقع العمليه، هما ثم مافيات غادي للاسف تاع التهريس، كل مهرب عنده جماعته عنده عصابته ويتعامل بالطبيعه عنده قبل الحدود وبعد الحدود باش يتلاقاهم الناس. الناس هذوما اش يعملوا؟ اول شيء باموال طائله جدا يعني اكثر من 3500 اورو اذا تحب تخرج انت امن في سياره، اذا تحب تنقز على الواحد هذايا 350 حتى 500 اورو، يعطوك ثلاثه محاولات تنقز على الباريارات. لان علاش يعطوا ثلاثه؟ لانه عارفين انه كل مره باش تحصل انت وظهرك، يعني ممكن في العشره مرات تتعداشي بعد ما تاكل ترايح ويعني وبدك كله يدمدم، ممكن بعد في المره الخامسه او السادسه بعد ما تصرف برشا فلوس تنجم تتعدى وتتلقاك ناس ثم قافه غادي يتخبوا فيها الناس ومن بعد يتعدوا. ثم ايضا الاعتداءات الجنسيه الحقيقه، التحرش الجنسي خاصه انه بلغنا من المواطنين انه موجود العديد من الفتيات من غير اهلهم غادي وعدد كبير جدا للاسف. يعني يؤلمني نقول هذا على بنات بلادي، لكن حقيقه باش
قدامهم يعني، وانتم مفهموا حالكم. ايضا موجوده امكانيه تدخل يعني الكثير من البراكاجات موجوده ايضا، حكونا مواطنين يتعرضوا قبل ما يوصلوا حتى المناطق هذه الحدود تشوفوا فيها قبلها وقتها موجودين هم في صربيا ويتنقلوا داخلها يتعرضوا للبراكاجات نتاع فكان فلوس حتى بالسلاح وصل حتى بالمسدسات بالمواطنين. ممكن يكون قوات الامن زي ما تجي لان القوى تجاره والقوى مربحه جدا يعني، يحكوا لي ناس في النهار يوصلوا يدخلوا بالالف بالالف 500 يورو تفرد يعني من العصابات هذوما، هذه نحكي من الناس العاديه المحاربين بالطبيعه يدخلوا الاف الحروفات في اليوم الواحد الكل على ظهور التوانسه للاسف. ايضا الفلوس يفكوا بينهم ايضا قوات الامن حتى مبلغ في عديد من الدول مش صربيا فقط فيما فاهم، مش كل ما نحب نسمي الدول تحكي خاصه الدول الاوروبيه. ثم صوت متقطع سي العربي، حاول تكلم بتوأدة ده باش يوصل صوت نظيف، تفضل. قلت لك عاد ثم يعني فكوا لهم في الفلوس حتى في الدول الاوروبيه للاسف، ثم بعض الدول كنا نحكي الدول الشرقيه البوليسيه حطوهم في جيبهم، في بعض الدول يعني الديمقراطيه والامور واضحه في اوروبا الغربيه يعطوهم فهم يعني يقع عمليه حجز الاموال، يلقوا عندك اموال كثيره يحجزوا لك يخلوا لك كان نتاع حقك الحرقه 200 300 اورو تعدى بهم والباقي الكل يفكوه لك يقيدوه في ورقه ويعطيك الريسي نتاعهم، ما نعرفوش كيفاش باش تقع عمليه الارجاع هذاك. ايضا ثم الاستغلال المالي في التوصيل حتى داخل صربيا ذاتا، التاكسيات باش يوصلك من المطار يحكونا مواطنين البقعه ولا تتنقل وكذا ما يحبوش يخلصوا، يخلصوا بالاورو باثمان يعني ضخمه جدا. ثم ناس سمعنا انه بطلت خدمتها بعض الصربيين بطلوا خدمتهم وبداوا ينقلوا في الناس وبداوا حتى يتكلموا شويه بالعربي تاثرا بك المجموعه الموجوده غادي وقاعدين يتغلوا في الناس هذيك. ثم ايضا القلبه قاعدين يقلبوا، ثم بعض المهربين ساعات يقلبوهم او مواطنين يقولوا باش نعديك الكهرباء وكذا ويقلبوهم في الفلوس ويقولوا لهم فلوس. ثم ايضا الاعتداءات تحكيكم مثلا مثال، انا قابلت يعني الحقيقه بينيكا قبل ما نجي لهنا قبل بساعتين من انطلاق البرنامج قابلت بعض المواطنين توانسه واحد يحكي لي قال لي انا وخويا مش تعرفوا قداش مبالغ الدفاع، قال لي قلت له قداش كان الفيلم بالعربي. لا تسرع في الكلام لانه ثم تقطع عدل الصوت مره اخرى رجاء. قلت انا انه تقابلت مع احد المواطنين يعني من جهه الجنوب من تطاوين تقريبا وقلت له قداش كلفتك الرحله، قال لي راني انا وخويا كلفته اكثر من 15000 اورو يعني قرابه 45 مليون تونسيه، هذوما زوج من الناس شكونوا انتم عارفين. قبل 3 أيام ولا 4 أيام مجموعة من الشباب ولقيتهم منهكين يعني، واحد منهم يقوى بساقه وبدنيا باين من حوايجهم ومن كذا يعني تعبين، فسألت قلت لهم شنو شو وقع لكم وكذا، قالوا لي رانا خرجنا بالحدود هذه البريارات الكل تعدوهم وثم غابة، الغابة هذه ثم دورات تدور عليها، قالوا قرابة 4 ولا 5 أيام طايشين في الغابة متخبين باش ما يمسكوهمش الامن ويعاودوا يرجعوهم مره اخرى لصربيا باش يتعدوا، لدرجه تقريبا يموتوا بالعطش المواطنين يعني الناس هذوم. ثم ايضا حالات كبيره شفناها من الناس، ولكن المفارقه العجيبه اللي تشوفها الحقيقه في الاصناف الفئات العمريه الكل تلقاها موجوده. الانواع الكل، الكبار في العمر انا تفاجات ثم ناس حتى فوق 50 سنه و60 سنه، ثم بعض الناس يعني قلت تقعد في تونس على جاي تعمل لهنا، ثم الاولاد الصغار، ثم نساء جايبين معاهم صغارهم. ولهنا بالليل نحب اشير النقطه اللي انا سمعتها من عديد من المواطنين التوانسه جاب معاه عرضوني زوج نساء قبل بجمعه جايبين معاهم زوج صغار، واليوم ثم راجل معاه زوج اولاد صغار وقال هاي مرته خالط عليه وقال لي كي سالته وانا قلت له علاش جايب اولادك واش تعمل لهنا؟ قال لي ليه لهنا يقولوا انه باش يتكفلوا بهم انسانيا وانه يساعدون على خطر الاولاد هذيك. نحب نوضح هذه النقطه للتوانسه الموجودين في تونس والموجودين في صربيا الموجودين في دار. الكلام هذا كله عاري من الصحه، راهو غلط مش صحيح، راهو ثم مخاطر كبيره برشا تتهدد ولادكم الصغار هذوك، ثم المنظمات التبشيريه قاعده تستنى في الطريق، ثم المافيات كيف ما كان يذكر الاستاذ نتاع الاتجار بالاعضاء والاتجار بالرقيق الابيض والاتجار بالجنسي والاتجار يعني بالبشر المعروف، هذيك مافيات كبيره قاعده تترصد في الناس هذوما وتفهم الخطر. وحاجه اخرى بالنسبه للدول الاوروبيه راهي ثم حاجه اسمها منظمه الطفوله، منظمه الطفوله هذه حتى نحن اللي نعيشوا لهنا ينطبق علينا القانون هذاك القانون الاوروبي انه يلزم ولادك تعيشهم في يعني توكلهم ماكل لائق ملبس لائق ومسكن لائق، كي ما توفرش الظروف هذه المنظمه دي تفك لك ولادك اصلا تفك يعني الناس هذوما جايبين ولادهم. طب وانت لاجئ مش لاجئ اصلا، انت مقدم على اللجوء مش يعطوك اللجوء في الاخر بكل نظرا للكلام اللي حكيته الاتفاقيات وغيرها وان تونس شمال افريقيا مصنف كدول امنه يعني انسى يعطوك اللجوء الانساني السياسي بالطبيعه مش مطارد ما عندكش حكم عليك زاد هذاك انسى. قالك شنو انك تبقى في الوضعيه دي؟
تصور انت نهار اخر لا عندك عندك ما او انت ما عندك لا عندك لا فلوس لا خدمه لا عندك اوراق هنا في اوروبا، مش تنجم توفر لاولادك الماكل اللائق، مش تنجم توفر الملبس اللائق، نعم. توفر السكن اللائق، مش توفر فيك الشروط ان صغارك باش يفكهم لك، كي باش يفكوا صغارك الناس لازمها تفهم فيه باش يمشوا الصغار هذوما، لانه كثير من الناس مش فاهمين، الصغار هذوما سيمشوا لمنظمات تبشيريه، منظمات موجوده لان تبشيريه خيريه تخدم خاصه الاطفال هذوكم وكذا، يعني ولدك هذاك اللي بتجيبه راك مشوش عمره 20 سنه تلقاه يضرب في الصليب في الكنيسه، بتجيب لكم الاخر، هذه الواقع المر نعم الحقيقي. اذا منع هذه من المافيات اللي قاعده تتاجر وتخدم وكذا وتعرفوا هذه نقطه مهمه سي العربي اشياء خطيره نعم. لاني فهموا غلطات استاذ خلينا نفسر لك نوضح خليك في الاطار لكن مهم جدا خليني ساعطيك الكلمه سي العربي استاذ نعم ساعطيك كلمه فقط هذه نقطه مهمه خاطر برشا هذا اللي فهمناه والحقيقه من الشهادات انه برشا عائلات يضحوا باولادهم وبصغارهم في البحر على امل يقول كيف مش نوصل اك الصغير هو اللي مش يضمن لي الاقامه نتاعي هكون تسمع في المصير نتاعك ماشي في كهولك انت خبزتك ماكش لاقيه ماشي في كهولك وبتبيع شوف مصير ولدك باش يتباع اكيد لا وباش نوضح ثم بعض المغالطات الحقيقه والمعلومات غير صحيحه ما يسمى باللجوء الانساني بعض الناس يقولون الاوضاع الاقتصاديه في تونس مثلا سيئه وكذا قد ناخذ اللجوء مش صحيح التعريف نتاع اللجوء هما تم انواع نتاع اللجوء كما سميته ما تم اللجوء السياسي تم اللجوء الانساني، اللجوء الانساني حسب الدول يعني الاتحاد الاوروبي وحسب قانون اللجوء يعني الاممي انه يتعطى للدول اللي فيها حرب تشبه حروب او نزاعات فقط ما يعطوهاش، انت دول شمال افريقيا كلهم صنفتها الاتحاد الاوروبي كدول امنه، ما فيهاش لا حرب لا فيها اضطرابات لا فيها حتى شيء، يعني انسى باش يعطوك اللجوء، قد وراه باش تتعذب. باش تاخذ الرفض الاولاني من بعد تاخذ الرفض الثاني من بعد تعدى المحكمه العليا المحكمه العليا كي باش تدرس تقول لك اعطيني ادله ان انت بلادك فيها حرب انك انت مهدد في حياتك انك بلادك يعني فيها نزاعات عرقيه او دينيه او غير هذه كل مش متوفر بالطبيعه في تونس نعم حاليا فاوتوماتيك باش يعطوك راهو الرفض يقول لك برا روح من بعد يعطوك يعني فيربوت يعني يعطوك المنع دخول دول الاتحاد الاوروبي 5 سنين وساعات يعطوك 10 سنين يطبعوا لك دول شنغن الكل تنساها ويستحيل الدولة تعطيك الاوراق او تدخلها او كذا يعني هذه الحوصله باش الناس تكون فاهمه راه نعم. يعني نحن هذه وهم يمشوا راه